هل تنتظر عدن أياما ساخنة؟ ما هي تداعيات التصعيد العسكري والإعلامي في المحافظات الجنوبية؟ هل تدفع لمواجهة عسكرية؟ أم أن فريق الوساطة سينجح باحتواء الأوضاع؟ أم أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لإخفاق اتفاق الرياض؟ أهلا بكم. ماذا يجري في أبين والمحافظات الجنوبية؟ توتر في أبين وتمرد عسكري في سقطرة وفوضى أمنية في منشأة بلحاف الغازية بشبوة وتصعيد سياسي وإعلامي في عدن يؤجج ألوية الصراعات ويهدد بفوضى جديدة تضرب البلاد. فرغم وصول وساطة إلى عدن بهدف الجمع بين الحكومة والانتقال لبحث وقف التصعيد بأبين وتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن المؤشرات الميدانية تمضي في سياق التصعيد المتبادل بين الطرفين حاملة معها نذر حرب جديدة قد تلوح بأفق الأزمة. في بلد مقسوم بين تحالفات عدة يخوض الانتقال معاركه نيابة عن إرادة أبوظبي، فيما ترتكن شرعية الرئيس هادي لمخدرات الرياض البطيئة لامتصاص الضربات العنيفة التي تتلقاها هنا وهناك. هل ينجح الفريق الذي وصل مؤخرا لعدن باحتواء الأوضاع؟ لماذا تغيب الدبلوماسية السعودية عن هذا التصعيد المتبادل؟ وما علاقة ما يحدث بسقطرة والمهرة بما يحدث في أبين؟ اتفاق جديد لتنفيذ الملحق العسكري في إطار اتفاق الرياض، سلسلة من الاتفاقات التي لا تجد طريقها للتنفيذ، هذا ما انتهى إليه التصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بعد أن كان الوضع على وشك الانفجار في أبين وعدن. على مدى أيام كان الجميع يشحذ أسنة الحرب وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بعرقلة تنفيذ الرياض. هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تضم دبابات وأسلحة ثقيلة تابعة للانتقالي إلى شرق مدينة زنجبار عاصمة أبين. الحكومة الشرعية كانت أيضا قد دفعت بتعزيزات إلى مدينة الشقرة، فيما كان أنصارها يتحدثون عن عملية عسكرية كبرى للسيطرة على أبين وربما عدن. بالنسبة للحكومة فإن هذه المواجهة أمر حتمي بوصفها آخر الحلول لاستعادة عاصمتها المؤقتة التي تعذر استعادتها عبر اتفاق الرياض، فيما كانت المواجهة بالنسبة للانتقالي حربا لترسيم حدود القوة واستعادة تأييد بات يفقده كل يوم منذ سيطرته على عدن العام الماضي. قادت السعودية جهودا للتهدئة أثمرت عن تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لوضع حد لهذا التصعيد، وبحسب بيان للجنة فإن الاتفاق الجديد يعني بتنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض، وأن اللجنة ستواصل أعمالها للإشراف على تنفيذ النقاط الواردة في الاتفاق. وفيما تبدو مهمة الإمارات واضحة وهي تدفع بالقوة الموالية لها في المحافظات الجنوبية لنشر الفوضى، تحولت مهمة السعودية من ضامن وراع لاتفاق الرياض إلى وسيط يحاول السيطرة على الوضع للبقاء على ما هو عليه. تم إيقاف المواجهة ولكن لم يتم إنهاء أسبابها، ولهذا فإن عدم تنفيذ الاتفاق الجديد سيجعل من اتفاق الرياض مجرد ذكرى للفشل كما هو حال كل شيء ترعاه السعودية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضمه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللجمهور الكريم وللضيوف المحتملين. أهلا بك دكتور فيصل. يعود شبح الحرب مجددا إلى المحافظات الجنوبية، ولكن هذه المرة من بوابة أبين. ماذا يحدث تحديدا في الجنوب؟ ما يحدث في الجنوب هو ما يحدث في الخارطة الجغرافية اليمنية. هناك ثلاث أطراف تتحكم بالمشهد سواء في عدن أو في سقطرة أو في شبوة أو في مارب أو في أي أو في الساحل الغربي. الفارق فقط أن عدن هي في زوم الإعلام أو هي في المجهر باعتبارها عاصمة مؤقتة لليمن، الجمهورية اليمنية. الأطراف المتحكمة بالمشهد طرف خارجي ذو معادلتين، الإمارات والسعودية، طرف الشرعية
العملاء على الأرض. هذه أطراف تتفاعل فيما بينها وفق أهداف غير مرئية لتؤثر على سير الموضوع اليمني باتجاهات غير محتملة وباتجاهات غير مرضي عنها اجتماعيا وباتجاهات غير متوقعة. نذير الحرب الحاصل في محيط عدن هو متوقع، ونذير نجاح الوساطة هو متوقع. لماذا كلا النقيضين متوقعين؟ لأن الإمارات الداعمة لعملائها على الأرض إذا أرادت الحرب فالحرب هي المتوقعة، وإذا رفضت السعودية هذا المسعى وضغطت باتجاه مخالف نحو تنفيذ اتفاق الرياض ستنجح الوساطة. إذن العملاء على الأرض الانتقالي تحديدا إذا كشف ظهره من الدعم سيلجأ إلى قبول الاتفاق والخروج بماء الوجه، ولكن إذا ظل الداعم الخارجي يتحكم بالمشهد لتفجير الأزمة وإضعاف الدولة اليمنية وإضعاف الشرعية وإنهاك المجتمع فإن المواجهات لن تظل فقط في محيط عدن أو في أبيان، ولكن أيضا ستنفجر في أماكن أخرى، ستنفجر في سقطرة، ستنفجر في المهرة، ستنفجر في الساحل الغربي، ستنفجر في الضالع. إذن نحن أمام احتمالين كلاهما وارد، وهذين الاحتمالين الواردين يقومان على معادلة هذه الأطراف الثلاثة المتحكمان على الأرض. نعم. إذن هل ما يحدث برأيك هو نتيجة طبيعية لفشل اتفاق الرياض؟ لا نستطيع أن نقرأ المسألة من هذه الزاوية تحديدا. اتفاق الرياض هو جاء نتيجة لسلسلة من السلوك العسكري والسياسي لتدخل دول الخليج، دول التحالف. لو لم تكن دول التحالف سارت هذا المسار لما وجدنا انقلاب في على الشرعية، ولما وجدنا جيش موازي، ولما وجدنا أصلا مجلس انتقالي. أنتم تعرضون الآن في التقرير أن المجلس الانتقالي عنده دبابات وأسلحة ثقيلة. هل هو دولة وكان لديه هذا السلاح؟ لا. هل هو سلطة شرعية واستطاع أن يشتري هذه الأسلحة بشكل شرعي؟ لا. إذن من أين جاءت هذه الأسلحة؟ أي أن الطرف الخارجي الذي جاء لدعم الشرعية هو الذي منح هذه الأسلحة الثقيلة بما يوازي أضعاف ما تمتلكه الشرعية بهدف إسقاط الشرعية وإبقائها تحت السيطرة. لأنه أي إعادة تسوية للمشهد لصالح السلطة الشرعية والدولة اليمنية معنى ذلك تقليل الدور الخارجي. الدور الخارجي لا يريد أن بعد هذه التضحيات وهذه التوريطات لا يريد أن يجعل خسارته تذهب سدى، ليس في اليمن فقط وإنما في ليبيا، في سوريا، في العراق. يعني هناك دور مشبوه على المستوى الإقليمي تقوم به دول الثورة المضادة. الثورة المضادة كل النظم السياسية في هذه الدول ذات الثورة المضادة هي دول طغيانية، دول استبدادية، دول ما قبل الرعوية، يعني تقوم على القرار الواحد، الشخص الواحد، على القمع، على الاتجاه الواحد. الناس يؤمنون بما يقوله الحاكم أيا كان، يمينا يمينا، شمالا شمالا. يعني كما كان يقطرن الإمام اليمنيين أيضا في هذه الدول ذات الثورة المضادة هم يتقطرنون في هذا السياق. وبالتالي هذه الدول هي ماضية لحماية نفسها كما تتوهم نحو إجهاض مشروع الربيع العربي أو مشروع التغيير السياسي الديمقراطي. وهذا أيضا سيصل بها إلى طريق مسدود وإلى فشل. ستتآكل هذه الثورة المضادة بشكل عكسي كما هو الحاصل في ليبيا، وكما هو الحاصل أيضا في سيحصل لاحقا في سوريا، في اليمن، وهكذا. يعني لا يمكن التعويل على لا أدري إن كان الصوت مستمر. لا يمكن التعويل على مثل ضخ الأموال هذه لإنجاح الثورة المضادة. فالشعوب اليوم نتيجة لتدفق الأخبار والتواصل والوعي على المستوى العالمي لم تعد المجتمعات تلك المجتمعات المغلقة التي يسهل السيطرة عليها. نعم. إذا اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا عبر سكايب منصور صالح نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي من عدن. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير أختي عليك وعلى ضيفك الكريم.
أهلا بك أستاذ منصور، برأيك ما الذي يحدث في المحافظات الجنوبية، ولماذا يعني إثارة الفوضى؟ ما هو التبرير لإثارة الفوضى هناك؟ أولا كنت أود أن أعرج شوية على ما قاله الدكتور فيصل، وهو يتساءل من أين هذا السلاح للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي يتفوق على سلاح الدولة. هذا السلاح هو ذات السلاح الذي أتى به الأشقاء في التحالف العربي لمواجهة ميليشيا الحوثي، والفارق بأنه هذا السلاح قاتل به الجنوبيون الحوثي حتى طردوه من أرض الجنوب واحتفظوا به، فيما السلاح الذي سلم للشرعية قامت الشرعية بتسليمه وكما استلمته لجماعة الحوثي، وهذا هو الفارق يعني. وربما الشواهد يعني كثيرة، ليس موضوعنا موضوع السلاح وما وجدوه في بيت أمين العقيمي، لأن الشرعية لم تستلم ذات عموماً. الأسلحة أستاذ عموماً. منصور، لا فقط تفضل. استلمت أضعاف عشرات المرات. عموما تحدث معي العديد من القادة العسكريين السعوديين الذين أكدوا أنه لم تستلم الأسلحة الثقيلة نتيجة الاتفاقات الدولية. تفضل. وما يعرضه الحوثيون على قناة المسيرة ما هو؟ المسألة لم تعد مخفية بالنسبة للشرعية، يعني هي مدانة كويس مدانة بأنكم تصدقوا إعلام المسيرة يا أستاذ منصور، يعني لم تعد مصدق إعلامهم في النهاية. بل أنه لا بالبدأ طيب نحن في جبهة الضالع استمكنت المقاومة الجنوبية من اغتنام العديد من الأسلحة على جماعة الحوثي، كانت من أسلحة التحالف العربي التي غنمها في نهم وفي الساحل الغربي. المسألة هذه نحن ندركها جيدا، وحتى الأشقاء في التحالف يدركونها جيدا، وربما ما زلنا نتذكر محمد علي الحوثي وهو يستعرض بسلاح التحالف العربي في ميدان السبعين، وقال بأن جنود الشرعية يبيعونهم السلاح مقابل القتل. عموما أختي، ما يتعلق بسؤالك حول الفوضى، هذه الفوضى بات واضحا من يقف خلفها، وهو جناح قطر تركيا الذي يحاول خلط الأوراق على الأشقاء في التحالف العربي، وأيضا يحاول تمرير المشروع التركي في المنطقة، وهو مشروع يتوسع أو مشروع يمتد إلى أكثر من مكان، أكان في سقطرة أو المهرة أو الآن القوى التي تتبعه في إطار الشرعية، والتي دفعت بجنودها بدلا أن تقاتل الحوثي في نهم وفي الجوف وفي الغيل وفي حدود مأرب، دفعت بقواتها باتجاه المحافظات المحررة ولمقاتلة الرجال والمقاتلين الذين قاتلوا الحوثي. الجنوبيون ذهبوا إلى اتفاق الرياض ووقعوه دون قيد أو شرط، ورحبوا به واعتبروه مخرجا للأزمة وطريقا للوصول لحل شامل ومستدام، ولم تعترفوا به عمليا يعني بأنه لا يمثل ولن ينخرط المجلس الانتقالي مع جيش الشرعية، وكان لديكم التحفظ على الكثير من النقاط. على العكس، لا، لدينا تحفظات على تفسيركم للاتفاق. أنتم تعتقدون أو تتأملون أو تتمنون أن يكون هذا الاتفاق فقط هو عودة الحكومة الشرعية بكامل أعضائها بما فيها الفاسدين ومصدر الفوضى ومصدر الإشكالات ودعمي الإرهاب، كنتم تتوقعون أيضا عودة المعسكرات التي تأوي الإرهاب، كنتم تتوقعون أيضا أو تتمنون أن يسلم الجنوبيون سلاحهم لتستلمونه بالمقابل تسلمونه لجماعة الحوثي. طبعا أنا لا أتحدث عنك شخصيا، لكن أتحدث بمن يتحدث بلسان حال الشرعية. هذه الأمانة طبعا هي مرفوضة. نحن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، تفضل المعذرة، لا أقصد أنه أنتم المدافعون عن الموقف، موقف والله الحكومة الشرعية. والله يا أخي ما عاد بندافع على حد، يعني لو بتابعنا ما عاد فيش حد، ما عاد حد فضلنا حد ندافع عليه في نهاية الأمر، يعني ما عاد فيش حد يعني كما يقال لم يعد، يعني ما عاد فيش معنا صاحب زي ما بقول. تطور جيد، نباركه، نتمنى أيضاً
أن تتكشف كل الأوراق هذه الشرعية أصبحت فاقدة للشرعية ولم تعد مقبولة لا شمالا ولا جنوبا، ولم يعد لها لا حضور سياسي ولا قدرة عسكرية على الأرض. دعني حتى دعني ما فقط أنقل هذه الأفكار من, 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 من ما يسمى هنا. نعم، وربما يعني الدكتور فيصل تحدث مرارا عن أخطاء الشرعية وما الذي تعبث به، ولكن دعني أنقل له بعض الأفكار التي طرحتها الدكتور فيصل. يعني يجد الأستاذ منصور يتساءل، يعني الجيش الذي عوضا عن أن يذهب لاتجاه نهم وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثي يتجه باتجاه مناطق محررة أصلا ويحارب من أخرجوا الحوثي ذات يوم، يتحدث عن أن الانتقالي ذهب للتوقيع اتفاق الرياض دون قيد أو شرط، ولكن هناك من فهم هذا الاتفاق فهما مغلوطا او تامل ان يكون يعني لصالح الشرعيه. هناك كثير من القراءات المتضاده في هذا الموضوع، وهي قراءات متحيزه، كل طرف يحاول ان يقرا المواقف وفقا لمصالحه الخاصه او لاجندته الخاصه. اتفاق الرياض في نهاية الأمر هو اتفاق، هو عملية سياسية في نهاية الأمر، ليس عملية عسكرية، عملية سياسية. سحب الانتقالي من دائرة التمرد ودائرة الإرهاب إلى دائرة الشرعية والاعتراف بها، وبالتالي أصبح طرفا فيها ومنح الشرعية. ولكن الانتقالي ذهب إلى أنه أراد أن يحوز على جانب الاعتراف به كطرف شرعي من الشرعية، ولكن لا يخضع للشرعية ويعتبرها غير شرعية، وأراد أن يتحكم، أن يمتلك القوة بالقوة، وأن يمارس سلطته، سلطة وجوده لا بدعم الشرعية نفسها من خلال القرارات الجمهورية والقرارات التراتبية من أعلى إلى الأدنى، ولكن من خلال السلاح الذي يستعرض به في عدن وفي الضالع وفي لحق وفي أبين. يعني هناك تضاد كبير. يقول الضيف بأن الشرعية هي مليئة بالفاسدين ولا يمكن أن يسمح بالعودة إليهم، يعني وكأن يحدثني بأن أعضاء الانتقالي من جماعة عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب. يعني من يمارس الفساد في عدن، من يمارس الإرهاب في عدن، من يمارس قتل أبناء عدن هم الانتقالي والأحزاب الأمنية الممولين من الإمارات. يعني لو كان الانتقالي قدم نموذجا مشرفا نحن كنا سنكون معه، ربما المجتمع شمالا وجنوبا سيدعمه. ما الذي قدمه عيدروس الزبيدي مع جماعته خلال سنتين بموقع شرعي؟ أنا أقبل أن أتلقى قرار جمهوري بمنصب وزير أو بمحافظ، ولكن في نهاية الأمر أعمل لصالح ذاتي وضد الشرعية. هذا تناقض. إذا كنت ترى بأن الشرعية غير شرعية لا تنخرط بها، لا باتفاق ولا بعمل سياسي، ولكن كيف تقبل أن تعترف بها كسلطة شرعية من جهة وتعمل نفسك ندا لها؟ يعني يتحدث عن الجيش الذي في الجنوب وكأنه جاء من السماء أو من جهة مشبوهة. الجيش في الجنوب هو جيش وطني، هو جيش يتبع الشرعية، وكل المعينين كقادة مناطق وقادة ألوية وقادة كتائب بقرارات جمهورية، أي أنه ليس سلطة أمر واقع. وبالتالي إذا اعترفت بالشرعية وأصبحت في ضمن اتفاق الرياض باعتبارك منخرطا فيها، عليك أن تعترف بأن هذا الجيش له حق الصلاحية بأن تسيطر السلطة والدولة على كل المؤسسات. لا يمكن أن تكون هناك دولة بسلطة مزدوجة أو سلطات موازية، هذا غير صحيح. الآن ما هو حاصل شمالا هو كما هو حاصل جنوبا، أن هناك سلطات موازية تنتزع سلطات الدولة والإرادة الشعبية. نحن لدينا تحفظات واعتراضات على أداء الرئيس عبد الرب منصور هادي وعلى الشريعة وفريق الشريعة، فيها فساد بالتأكيد وفيها سوء إدارة، ولو لم تكن كذلك لما وصلت حال عدن بهذا السوء. اليوم عدن خسرت كثيرا لصالح مارب. كيف يستقر الناس اليمنيين أكثر من 2 مليون في مارب بينما يفرون من عدن؟ يعني الانتقالي ظل يرفع ارحل ارحل يا دحباشي، لم يعد هناك دحابشة في عدن، أصبح اليوم التقاتل بين جنوبي وجنوبي. أنت تتكلم عن الصبيحي، اللحقي، الجوحري، كلها أسماء جنوبية، وبالتالي أنت اليوم تنتهك أدنى يعني أقدس مقدسات الجانب الجنوبي. يعني تقتل جارك، تقتل صاحب أبين، صاحب شبوة، صاحب لاحق، صاحب حضرموت، يعني هناك تناقض كبير. دعني أنقل هذه الفكرة.
نعم، هذه الفكرة أستاذ منصور. استمعت لحديث الدكتور فيصل وأتمنى أنه وصلك كاملا. كيف ترد على النقاط التي طرحها؟ والله تمنيت لو أنه لدي متسع من الوقت تفضل لن أتحدث، لكن أتمنى عليك أن تجيبني مباشرة. أنت الذي تخرج عن الموضوع أستاذ منصور. سأعطيك الفرصة كاملة ولكن أن تجيب على النقاط، لا أن تذهب يمينا وشمالا. ركز على الموضوع وأنا بعطيك الفرصة. هو يتساءل أوكي. هو يتساءل لماذا ما الذي قدمه المجلس الانتقالي الجنوبي. نقول له المجلس الانتقالي الجنوبي هو مشروع دولة، وما قدمه هو الحرية والكرامة، وهو غير معني بمثل هذه الترهات التي أسفنا أن تكون من شخص يحمل الدكتوراه لأنها لا تليق به. مثل هذا الكلام ومثل أرجو أن ترد دون أن تقلل من حديث ضيفي أستاذ منصور، يعني رد على النقاط دون أن يعني لا أقلل. إذا لا أقلل لكن أنا أتساءل أختي. أوكي فضل. أوكي لا تقاطعي رجال. أقول أنه ما أستغرب له هو حالة الانشغال لدى مثقفي أخواننا وأهلنا في الشمال بالجنوب والجنوبيين وبهمومهم. الجنوبيون وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح وهم الآن في طريق بناء دولتهم. هم غير معنيين بالشرعية التي يتحدث عنها الدكتور فيصل. هذه الشرعية نحن من أعادها ونحن من منحها الشرعية، ولا هي قد هربت في اليوم الأول وقبل أن يصل الحوثي إلى عدن. تمنيت عليه، يعني نحن حين نتعامل مع قضايا الشمال ذهبنا برجالنا وقدمنا الدماء في الحديدة، وقدمنا الدماء في 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 صعدة، وقدمنا الدماء في 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 أكثر من منطقة وفي حدود تعز دفاعا عن أهلنا وأخواننا، لأننا كنا نؤمن بأنه بالمشروع العربي وبأهمية إنهاء هذا الانقلاب الذي يشكل خطرا علينا. لكن أخواننا وأهلنا في الشمال للأسف وقابلوا أيدينا الممدودة إليهم بالغدر والطعن. تمنيت على الدكتور فيصل لو أنه تناسى الجنوب قليلا وتحدث عن سجون النساء التي يختطفهن الحوثي، ومنهن من تخرج وهي للأسف ويؤلمني وهي حامل في الشهر الثاني والثالث، ومع ذلك لم نسمع صوتا ينتقد. تمنيت لو انه تحدثنا تكلم كثيرا عن الجرائم التي ولكن لا تتابع. اسمح لي، قتل النساء يعني في سجن انت النساء. تريد ان تمرر مغالطات وتريدني ان اسكت. الدكتور فيصل من اوائل من يناهض الحوثي وسجون الحوثي، ونحن ايضا تحدثنا الاف المرات. يعني اليوم حلقتنا مخصصه عن عدن، تريده ان يقفز الى سجون الحوثي ويترك الموضوع الرئيسي؟ يعني خليك منطقي برضه، تفضل. عدن بخير اوكي. عدن بخير. عدن بخير. ومجرد ان يتحدث مجرد ان يتحدث المفسبكون او بعض وسائل الاعلام التابعه لجماعه الاخوان انها تريد الوصول الى عدن، فاذا كما يقال ان كان المتحدث مجنون فيجب فعلى المستمع ان يكون عاقل. عدن بعيده المنال عن اي قوه، لا بثنا نمتلك جيشا يستطيع ان يدافع عن عدن 50 سنه قادمه. المساله من يهدد بالوصول الى زنجبار او الى عدن هذه احلام، ونحن لا وكل واحد حر في احلامه، لكن لدينا من القوه ما نستطيع بها ان ندافع عن ارضنا وعن منجزاتنا وعن كل ما تحقق. نحن الان فقط في اطار نتمنى ان 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 من الاشقاء في التحالف ان يضغطوا باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض تنسحب قوات الاحتلال التي قدمت إلى شبوة وإلى شقرة سلما دون إراقة دماء، وحتى نحافظ على النسيج الاجتماعي. طيب. الحمد لله حتى حالة القلق التي والتوتر التي تسبب بها البعض من 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 الموالين لجناح قطر وتركيا في الشرعية في 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 مديرية أو منطقة شقرة، استطاع الخيرون من أبناء الجنوب عبر لجنة وساطة وعبر الحالة من التعاطي الإيجابي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، تمكنوا من إذابة الجليد، وهناك حالة من التفاهم تمكن من خلالها الجنوبيون من سحب البساط من تحت جماعة الإخوان. اليوم القوات الشمالية التي أتت من جماعة الإخوان التي أتت إلى شقرة باتت منبوذة في مكانها، وباتت هي ذاتها في صراع مع بعض الإخوة القادة الجنوبيون الموجودون في شقرة، والذين
أبو حالة الكبر والتطاول والاستعلاء التي تمارسها الضباط الشماليون الذين يحاولون أو كما قالوا بأنهم قادمون لغزو. نعم، يرد عليك الدكتور فيصل، ولكن يعني تعقيب سريع، يعني منطقكم للأسف يشابه كثيرا منطق الحوثي. كل الجيش في نظركم هو عبارة عن جيش للإخوان، كل من يتحدث عن عدن هو مدفوع من تركيا وقطر، يعني نفس النغمة تتكرر بشكل عجيب. ما رأيك دكتور فيصل بما طرحه الأستاذ منصور؟ ربما استمعت لحديثه من البداية. تفضل. نحن نحترم وجهات نظر الآخر حتى وإن كانت غير مقنعة لنا، لكن لا ينبغي أن تصبح وجهات النظر عدائية. وجهات النظر العدائية هي تبعد الإنسان العاقل عن ملامسة الصواب. الأخ ذكر بأنه هذه القوات التي المقاومة الجنوبية بهذه الأسلحة يعني استلمتها من دول التحالف لتدافع بها عن الجنوب وهي حررت الجنوب. طيب، وينكر الشرعية. الشرعية هي التي أتت بدول التحالف التي تمنحهم هذا السلاح. يعني بدون الشرعية ما كانت الدول التحالف قادرة على أن تدخل حتى برصاصة واحدة لتمد طرفا معينا للقتال، لقتال الحوثي. يعني هناك رؤية ضبابية في قراءة المشهد. تبقى الشرعية ممثلة للدولة اليمنية بغض النظر أكنا رضينا بها دولة موحدة أو دولة أقاليم أو دولة إقليمين. يعني تتحدث عن الجنوب وكأنه دولة قائمة الذات. الأمم المتحدة إلى الآن موثق لديها اتفاقية الوحدة اليمنية باعتبار أنها دولة ذات شخصية قانونية واحدة. أمامك طويل طريق حتى تتحدث عن دولة الجنوب أو عن دولة الجنوب العربي أو دولة اليمن الديمقراطي، لكن في جميع التسميات فالإنسان في الجنوب هو يمني في نهاية الأمر. اليمن هي دولة واحدة، شعبا واحد. التسمية السياسية قد نتفق أو نختلف عليها، هذا لا يهم، لكن اليوم التناقض. كيف تقبل أنت كطرف أن تنطوي في اتفاقية الرياض كعملية سياسية لتعترف بالشرعية لتحصل على مشروعية بعدم تسميتك بالتمرد المتمرد أو الإرهابي؟ لأنه اليوم عدم اعتراف الحوثيين. نعم، يعني يبدو أن كل طرف يفهم الاتفاق بطريقة مختلفة. لأن مطرح الأستاذ منصور يقول نتمنى على التحالف أن يفرض اتفاق الرياض بجعل الشرعية تسحب جنودها من المناطق التي تواجدت فيها الآن، وكأن اتفاق الرياض هو هذه النقطة، وهكذا يفهمون. هو اتفاق الرياض من حيث بنيانه القانوني هو اتفاق ملغم، لم يكن حاسما في احترام قرارات الأمم المتحدة التي تنص على وحدة اليمن وسيادته وسلامة إقليمه واستقلاله. ما زال اليوم يحكم اليمن دستور الجمهورية اليمنية، وما زالت السلطة الشرعية هي السلطة الشرعية الجمهورية اليمنية. واليوم السلطة ذهبت جنوبا، يعني نحن الثورة اليمنية في اليمن قامت ضد التوريث في سنحان وفي الهضبة، ولكن جاءت الفرصة لأن تنتزع هذه السلطة بحكم الثورة وآلت إلى رئيس جنوبي، والرئيس الجنوبي سلم جميع مفاصل السلطة إلى الجنوب بنسبة 90%، ولم يعد وجود الشماليين في هذه السلطة إلا كمشقر يوم الجمعة لتزيين الحكومة. ومع ذلك الشماليون لا يشعرون بغضاضة من هذا، ولكن يشعرون بغضاضة سوء استعمال السلطة. يعني أنت اليوم تتهم الشماليين بأنهم أفسدوا ودمروا الجنوب، أنت ماذا عملت في الجنوب أصلاً؟ الآن من يقتل الجنوبي؟ أنت. من يبسط على الأراضي؟ أنت. من أفسد الكهرباء؟ أنت. من حرم عدن من أن تكون عاصمة تستعيد يعني بعدها الاقتصادي والدولي؟ أنت. وبالتالي اليوم أنت تواجه ليس جيش غير شرعي، أنت تواجه جيش شرعي معظم جنوده أو كلهم وقادتهم جنوبيين، وبالتالي أنت تدعو اليوم لسفك دم اليمن الجنوبي. ما رأيك أستاذ منصور؟ يعني المواجهة حقيقة هي بين أفراد جنوبيين، يعني إذا أردتم التصنيف بهذا المنطق الذي يعني لا نحبذه حقيقة. حين سألتك ما الذي قدمه، أو سألك الدكتور فيصل سابقا ما الذي قدمه المشروع الانتقالي، تحدثت عن أمور فضفاضة وبلاغة حرية وكرامة وما إلى ذلك. أود أن تحدثني عن
نقاط حقيقية قدمها المشروع الانتقالي للإخوة في المحافظات الجنوبية؟ نعم، المجلس الانتقالي الجنوبي أولا مثل أول وحدة للقيادة السياسية في الجنوب. طبعا معروف الجنوب منذ احتلاله في عام 94 ثم ظهور الحراك الجنوبي في 2007 ظلت مشكلته في وجود قيادة، وحتى كان التعامل مع المجتمع الدولي دائما ما كنا نصطدم بأنه لا توجد قيادة موحدة. في الرابع من مايو من عام 2017 شكل المجلس الانتقالي الجنوبي بتفويض شعبي، كان التفويض وشكل المجلس في 11 مايو. من يومها اصبح للمجلس الانتقالي اصبح للجنوبيين قياده سياسيه على درجه عاليه من الحنكه ومن التمرس والقدره على تمثيل القضيه الجنوبيه والوصول بها الى المحافل الدوليه والدفاع عنها بقوه. قدم المجلس الانتقالي الجنوبي بنى مؤسسة عسكرية صلبة، هذه المؤسسة العسكرية اليوم باتت تمتلك تسليحا جيدا، ربما هو الذي يدفع الدكتور فيصل اليوم يقول أين وأنت لماذا يمتلك الجنوبي سلاحا يتفوق على سلاح الشرعية. نعم، تحدثني عن أشياء استفاد منها يعني قادة الانتقالي، أود أن تحدثني عن خدمات قدمها للمواطنين عوضا عن السجون الموجودة، عوضا عن الإرهاب الموجود، عوضا عن الفوضى الموجودة، عوضا عن المواطن. بالعكس الجنوبيون أولا، وهذا للدكتور فيصل الذي يتحدث عن الشرعية كثيرا، الجنوبيون حين قاتلوا في عام 2015 رفضوا القتال تحت علم الوحدة وقاتلوا تحت علم الجنوب واستشهدوا تحت هذا العلم. لذلك كان مشروعهم منذ البدء واضحا بالنسبة للأشقاء في التحالف، وواضح بالنسبة للشعب الجنوبي، وأيضا واضح حتى بالنسبة لأخواننا في الشمال، ويدرك أخواننا في الشمال هذه الحقيقة ويعترفون بها، بدليل بأنه العلم الجنوبي يرفع في معسكرات الجنوبيين في الساحل الغربي، ويرفع حتى في صعدة وفي الحدود السعودية. إذا المشروع الأساسي بالنسبة لنا كجنوبيين هو مشروع استعادة الدولة الجنوبية، ولسنا معنيين باستعادة الشرعية، ولسنا معنيين حتى بالاعتراف بها. صحيح نحن نمضي فيها من باب العرفان للأشقاء في التحالف في إطار المشروع العربي، شراكتنا مع الأشقاء في التحالف هي تشبه شراكتنا مع السعودية مع الإمارات العربية في محاربة الحوثي، وهي لا تعني الاعتراف الكلي بالشرعية وبأننا نمضي فيها وأننا نقبل بمشاريعها التي هي في الأصل مشاريع تستهدف الجنوب. وضحت فكرتك أستاذ منصور. مما قدمه الجنوب المجلس الانتقالي للجنوبيين لا أوصل لك فكرة أيضا ربما هي مهمة، مما قدمته القوات الأمنية وقدمته القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي هي أنها قبض على الإرهاب الذي زرعوا علي عبد الله صالح، ثم وايضا الى جوار شريكه علي محسن الاحمر، ثم جماعه الاخوان الذين لقبوا الجنوب والاغتيالات المتكرره التي حدثت في عدن. من المسؤول عنها استاذ منصور؟ هذه الاغتيالات مسؤول عنها الجماعات الارهابيه المتطرفه ونحن ضحاياها. نعم. من يقتلهم قاده الجيش والامن الجنوبي، ومن يقتلهم نعم. الكوادر الجنوبيه. اسمع اختي آسيا، يعني هل استهدفت كل هذه الاغتيالات جندي واحد، جندي ولا اقول عقيد ولا لواء ولا وزير ولا مسؤول، هل استهدفت احد منتسبي الحكومه اليمنيه؟ هل استهدفت وزير؟ هل استهدفت مجند؟ هل استهدفت جندي؟ هل استهدفت ضابط شمالي موجود في الجنوب؟ الاخ فيصل يتحدث بيقول انه لم يعد في الجنوب شماليين، اكثر من 3 مليون مواطن من أهلنا في الشمال موجودون في عدن لوحدها، وهؤلاء مع محبتنا وتقديرنا لهم، وهم إن لم تتسعهم الأرض تتسعهم حدقات العيون، لكن هؤلاء أيضا كانوا جزء من المشكلة في كونهم باتوا عبئا إضافيا على الخدمات العامة من كهرباء ومياه ومن مساكن. يعني الآن أنتم متمكنين كل الخدمات هذا من باب أنه ضاقت بهم ضاقت بنا. طيب اسمح لي أستاذ منصور، أنت والدكتور فيصل فقط أن يضم معنا عبر الهاتف. ما زلنا الآن نعاني. سأترك لكم الفرصة فيما بعد. المحلل السياسي فهمي الثقاف عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ فهمي. مساء
الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوف الكرام ايضا. اهلا بك استاذ فهمي، كيف يمكن برايك تحييد الجنوب من الصراعات التي تحيط به الان؟ تحييد الجنوب من الصراعات التي تحيط به الان لم يتم الا باتفاق. اتفاق بين كل الفرقاء الجنوبيين، بين كل المكونات السياسيه الجنوبيه. دون هذا سيظل الجنوب في حاله صراع دائم. اتفاق غير اتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض انا في حسب تقديري وجهه نظري اتفاق الرياض هو ميتا، وحتى اللحظه السعوديه اللي شرعت هذا الاتفاق والتي فرضته ايضا على الطرفين الصراع لم تستطع تنفيذه حتى اللحظه، لم ينفذ منه الحرف الواحد، ومعنا هي السعوديه نفسها التي احتفظت بحق تفسير الاتفاق. نعم. كل طرف يشرع حسب هواه، لكن السعوديه هي من احتفظت بحق التفسير. نعم، هي لم تفسر ولم حتى تسعى لتنفيذ البنود يعني 6 أشهر حتى الآن. ولم تضغط تنفيذه. نعم، إذا يعني هل يعقل أن يفشل الاتفاق ثم نبحث عن اتفاق آخر؟ هكذا الفشل حتى يقود إلى فشل، الفشل يقود إلى فشل وهكذا للأسف الشديد. نعم، إذا ما هو الحل برأيك يعني؟ الآن إلى اتفاق لينفذ اتفاق الرياض. وبعدين بعد نحتاج إلى اتفاق آخر لينفذ وهكذا. جواليك للاسف. اذا كانت الرؤى متضاده استاذ، انه السعوديه تريد ان تضعف جميع الاطراف وتريد ان تجعل ولاءهم لها اولا وثم تتركهم ايضا ضعاف لا يقدرون على فعل شيء. نعم، لكن اذا كانت الرؤى متضاده ويعني كل فريق ينظر للاخر بعدائيه ويتهمه باتهامات مختلفه منذ اتفاق الرياض، كيف يمكن ان ننتج اتفاقا اخر ولا توجد نقاط مشتركه حتى يبنى عليها؟ للاسف الشديد الاتفاق لن يقود الى حل، ان كان اذا كان سيقود الى حل كان قد تم تنفيذه فور الانتهاء منه للاسف الشديد، لكنه لم يقود الى حل، فقط كل ما يفعله هو ان يرحل كل هذه الخلافات والمشاكل والى يعني الى فتره معينه وتنفجر للاسف الشديد. ما يحصل الان في عدن وفي الجنوب بشكل عام، يعني للاسف الشديد السعوديه ضربت ايقاع تحاول ان تجمع كل المتناقضات تحت سيطرتها. نعم، إذا هل تتوقع أن السعودية مستفيدة؟ طبعا. هل تتوقع أن السعودية مستفيدة الآن من الفوضى الحاصلة في الجنوب؟ طبعا أي طبعا طبعا دون نقاش السعودية مستفيدة، نعم، من كل هذه الفوضى الحاصلة. كيف؟ لأنه بانشغال الجنوبيين بعضهم ببعض تماما لن يلتفتوا إلى ما تفعل السعودية في الجنوب. السعودية لديها أجندتها خاصة في الجنوب ولديها نطاقها خاصة في الجنوب، وهي ساعية بدأت بتنفيذها. وبالتالي عندما يظل الجنوبيين في حال الصراع بيني بينهم البين لم يلتفتوا الى ما تفعل السعوديه. السعوديه مطامعها هذه تريد ان تحققها دون الدخول من النظام الشرعي. يعني هل تجد اذا انها متفقه هي والامارات على استمرار الفوضى في الجنوب؟ يعني حتى ان الجميع يتساءل لما تقبل السعوديه بكل ما عبثت به الامارات في الجنوب؟ ذلك مصلحه لهم. مصلحة لهم. يعني القاعدة الاستعمارية المعروفة طرق السد تماما، هذه السياسة التي انتهجت عارف منذ اليوم الأول منذ اللحظة الأولى للأسف الشديد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك فهمي الثقاف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني يرى الأستاذ فهمي بأن الحل هو وجود اتفاق جديد، الاتفاق السابق جمع كل المتناقضات، الاتفاق السابق أرادت السعودية منه أن يعني تضرب الجنوب ببعضه البعض، لا تريد له أن ينفذ. هل يقل أن نبحث عن اتفاق آخر بصيغة جديدة وبنود مختلفة؟ هو الاتفاق المتوقع لن يكون اتفاقا جديدا ينقض الاتفاق السابق، وإنما يمكن أن نسميه آلية إجرائية لتنفيذ الاتفاق الأساسي.
كان هناك آلية لحقت وهذا يلزم الأطراف الاتفاق دكتور فيصل أيضا، يعني آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، ولكن أيضا لم تقدم شيء. صحيح، لكن تلك الآليات كانت مبادئ عامة تفصيلية عن الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، فهي جزء من منظومة اتفاق الرياض. هذا هو الاتفاق الأساسي وهو مبادئ عامة، لكن إذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفق المبادئ العامة وتصعد الموقف بين الطرفين، الضامن أو الراعي لهذا الاتفاق سيجد نفسه باحثاً عن آليات جديدة لتنفيذ الاتفاق من حيث التزمين ومن حيث المسميات ومن حيث التفاصيل المختلف عليها، لكن لن يكون اتفاقا جديدا، هذا الذي يقصده يعني، فقط هو آليات لتمرير تنفيذ اتفاق الرياض. لأن هناك خيارين، إما أن ترفع الإمارات الغطاء عن دعم الانتقالي وبالتالي السعودية تمر في دعم السلطة الشرعية لأنها استنفذت كل الوسائل، أو يخضع الانتقالي إلى الاتفاق السلمي حقلا للدماء، لأن المواجهات في عدن هي مواجهات جنوبية جنوبية. قال بأنه ضيفك قال بأنه هناك 3 مليون شمالي، نحن لا نتحدث عن الناس العاديين، نحن نتحدث عن السلطة. السلطة سواء على مستوى الجمهورية اليمنية 80% جنوبي أو 90%. نعم ذلك ما بعد الوحدة، ولكن قال بأن هناك لعبة زاد على عدن وخدماتها والمناطق الجنوبية. يعني نقصد يعني اليوم لم يعد أحد من الشمالين في السلطة في عدن، لا في الجانب الأمني ولا في الجانب العسكري ولا في الجانب الإداري ولا في الجانب الاقتصادي، من أصغر موظف إلى أكبر موظف كلهم جنوبون. وبالتالي أمام المجلس الانتقالي خيارين، إما أنه ينخرط في إطار الشرعية وفق منظومة الرياض وبالتالي لابد أن يخضع للقرارات القانونية الدستورية، أو أنه يمضي ندا لها وبالتالي ينقض الاتفاق وسيجد نفسه ملزما إما بالانصياع إليها سلما أو بالانصياع إليها عسكريا. طول النفس أو العبث الحاصل سواء من الطرف الخارجي أو من السلطة الشرعية أو من الصبر المجتمعي هو أدى إلى الانكشاف. يعني أنت يتحدثون عن مشروع دولة، أي دولة؟ أنت تتحدث عن مشروع السلطة، تتحدث عن مشروع القوة للتحكم بالمجتمع عبر القوة، وهذا ليس له شرعية، يعني لا شرعية اجتماعية ولا شرعية إقليمية ولا شرعية قانونية. نعم دولية. نعم إذا أردت أن تقنع الناس، إذا أردت أن تقنع الناس فيصل، حتى أترك الفرصة أيضا للأستاذ منصور. أستاذ منصور، تعقيبا على حديث الأستاذ فهمي بأن الوضع الآن بحاجة إلى اتفاق جديد غير اتفاق الرياض، ويرى الدكتور فيصل كما استمعت إليه إما الانخراط تحت اتفاق الرياض أو الذهاب إلى يعني تشتت جديد وصراعات أخرى. نعم أنا أتفق مع أخي فهمي فقط في حديث الأول فيما يتعلق بأن الجنوبيين بحاجة المزيد من اللقاءات، بحاجة المزيد من التوافقات، وهذه هي رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي. وأنا كأحد المنضوين في هذا المجلس أجدد هذه الدعوة لكل أهلنا وأخوتنا في الجنوب، أكان في الأحزاب اليمنية أو في ما يسمى بالشرعية اليمنية، بأنه أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مفتوحة، وأنه نحن نؤمن جميعا بأنه الجنوب لن يكون إلا بكل ولكل أبنائه، وليست لدينا مشكلة مع أي جنوبي طالما يؤمن بأن الجنوب أرض ودولة ومشروع لابد أن نعمل جميعا في إطاره مهما اختلفت مشاريعنا في إطار الجنوب. أخي الدكتور فيصل يحاول أن يضع المجلس الانتقالي الجنوبي أو الجنوبيين في إطار الخيارات. أولا نحن لسنا في موقع القصر، و لم يعد ممكنا لأي قوة على الأرض أن تخيرنا اليوم بما ليس لنا الرضا أو القناعة فيه أو بما يتعارض مع مصالح وحقوق شعبنا. بالنسبة لاتفاق الرياض نحن من ذهب إليه، ونحن من يسعى لتنفيذه، ونحن في البدء من نفذ الالتزامات الخاصة به بما يتعلق بعودة الحكومة. الآن الكرة في ملعب الشرعية، عليها أن تنفذ ما التزاماتها فيما يتعلق بالشق السياسي بتعيين محافظ
ومدير سمح لي حتى يكون الامر واضحا، الالتزامات الشرعيه التي تخلفت عنها هي تعيين محافظ ومدير امن لعدن وانسحاب القوات الشماليه الغازيه التي غزت كب وابيض ودخول الكتيبه بالمقابل. نعم، شكرا لكما ضيفي العزيزين دكتور فيصل الحديثي استاذ العلوم السياسيه بجامعه الحديده، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من تعز، وشكرا لك كذلك الأستاذ منصور صالح نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي، كنتم معنا عبر سكايب من عدن، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.